اليوم قامت هذه الفعالية بمظاهرة حاشدة لأهلنا في عنجارة، تخللها رفع علم الثورة، وهذا الإجراء قمنا به لنؤكد لأهلنا بأننا مستمرون على نهج الثورة ومستمرون على العهد والوفاء لدماء شهدائنا ومعتقلينا وجرحانا إن شاء الله. إن شاء الله هذا العلم سيدور سوريا بأكملها وسيرفرف في سماء سوريا المحرمة بإذن الله تعالى. كونوا إلى ذلك المجرم. أتينا إلى هنا من كافة مناطق وقرى الريف الغربي لنشارك في فعالية رفع علم الثورة في قرية عنجارة. نؤكد أن هذا العلم هو العلم الذي يمثلنا، هو العلم الذي لف فيه شهداؤنا، شهداء الثورة الحرية والكرامة، لنؤكد بأننا مستمرون في الثورة حتى إسقاط النظام. خروج الفعاليات الثورية في بلدة عنجارة بريف حلب الغربي في هذه المظاهرة التي تخللت رفعا لعلم الثورة والمطالبة بإسقاط نظام الأسد والتأكيد على ثوابت ثورة الشعب السوري. عمار جابر، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي.